واعلم أن الكذب من أمهات الكبائر، ولكن قد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح، لأن السنة لا تجوز أن ترد بالإباحة الكذب لما فيه من التنفير، وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض، كما سئل عليه السلام وقد تطرف بدرا وانفرد عن أصحابه، فقال له رجل: ممن أنت؟ فقال: من ماء. وورى عن الإخبار بنفسه بأمر محتمل، فظن السائل أنه عن القبيلة المنسوبة إلى ذلك، وإنما أراد عليه السلام أنه من الماء الذي خلق منه الإنسان، فبلغ ما أحب من إخفاء نفسه وصدقه في خبره. وقد قال عليه السلام: في المعارض لمندوحة عن الكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في المعارض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب، والله أعلم. يعني كما ترون طبعا هذه الخصلة خصلة ذميمة قبيحة، يعني لا تليق بالإنسان المؤمن أبدا، بل إنها من خوارم المروءة. الإنسان الذي يعرف بالكذب لا شك أن مروءته مخرومة بين الناس، لا يرون فيه مروءة الرجال من تلبس بهذه الصفة القبيحة. هذا من قبحها، أن الناس حتى وإن فعلها من فعلها بينهم، ولو كان ما كان من منصبه ووزنه وقيمته، يسقط في أعين الناس. وأنتم تلاحظون في الساحة السياسية عموما تجدون الكذابين موجودين في السياسة، في السياسيين وفي تصريحات المسؤولين وفي غيرهم: سنفعل ونفعل 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 ولا نفعل، لن نفعل لن نفعل لن نفعل لن نفعل، ويفعلون، كله كذب في كذب. كيف ينظر الناس إلى هؤلاء؟ ألا ينظرون إليهم باعتبارهم كذابين؟ ما يصدقون، حتى لو قالوا بعد ذلك وحلفوا على المصاحف كما يقال، يعني زين كما يفعل، زين ما حد يصدقهم. أول كلمة ماذا ستقال عنهم؟ سيقال إيش؟ كذابين. فإذا كان الإنسان لا يهمه أن تنخرم هذه المروءة، لن ينفعه منصبه، لن ينفعه منصبه ولو كان من كان. فمروءته مخرومة منخرمة زين أمام الناس العارفين، أمام الناس العارفين العقلاء الحكماء الذين يفهمون. أما أولئك الذين في عيونهم وصدورهم غبش، لا شك أنهم يعني يميلون مع كل زين ريح هبوب خفيفة، ما لا ريح حتى، أو لا حالهم كمن قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس زين قد مالوا. فقد يعميهم المنصب وقد يعميهم، لكن تبقى المروءة بصفاتها وأخلاقها، هذه متعارف عليها عند العقلاء والحكماء. ناهيكم عن الإنسان العادي البسيط الذي اعتاد في أهله وأسرته وبين إخوانه وأصحابه على بعض المواقف والمقالب، بعض المواقف والمقالب. ومن هذه المواقف أنه يمزح دائما كاذبا، يمزح بلا حدود ويكذب بلا حدود، حتى صار جلساؤه وأهله ما يعرفون متى يكون صادقا ومتى يكون كاذبا. فهنا الأصل فيه ماذا؟ الكذب. الأصل فيه التهمة، دائما متهم. سبحان الله، لو وقع هذا الإنسان في شيء معين ولا شيء، لو صرخ بالقوم بيقولوا هذا كذاب، خليه يتصل بإنسان في الليل ولا شيء، ولا يرسل رسالة قال هذا من عادته، هذا أصلا تضحك علي أنا أصير دور غيري ولا شيء. طيب، هذه من القبح، صفة من القبح لا يحب أحد أن يتخلق بها هذا الإنسان العاقل. هنالك لهذه توابع ومشابهات قد تكون أخف منها وأقل، ولكن الناس أيضا تقع فيها. كل واحد حصل واحد يرسل لك في المجموعة الواحدة 10 نكات كل يوم، زين محشش 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 محشش، شيء يخص السياسة يعرفوا المحشش، شيء يخص الشرع والدين والعلم من زين يتكلم فيه المحشش، شيء يخص الرياضة ولا الزوجات ولا البيوت وأسرارها من زين يعني هذا يتحدث به المحشش، داخل المحشش فعل فعل فعل. وهذه كلها نكات ما يعني ليس لها يعني في جانب الحقيقة
يعني مكان ولا مقام لأي شيء، كله لإضحاك الناس. طيب ألا يمكن أن نضحك بالصدق؟ ألا يمكن أن نمزح بالصدق؟ وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعظم مصيبة هذه، أعظم ما في الأرض بس، لكنه لما استقرت نفسه على هذه الصفة الذميمة زين، ولم يرعوي عنها ولم يزدجر ولم ينتهي زين، كرهته حتى ملائكة السماء وكتب عند الله من الكذابين. هذا مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، يعني غير مقبول في الأرض ولا في السماء، يدور له مكان يشرد فيه هين يروح. ها مريخ ما في كون الله، تعال في كون الله سبحانه وتعالى، بيشرد عن البشر، لكن هين يشرد عن الملائكة، هين يشرد عن الملائكة. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قذف بهذه المحبة في قلوبي زين، يعني علم ملائكته إني أحب فلانا فأحبه، فتنتشر محبته في الأرض. والعكس إذا كان كذاب هذا ما محبوب في الأرض زين، كيف تحبه ملائكة السماء؟ كيف يوحي الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته بأن أحب فلان هذا الكذاب؟ ما أحب الكذاب، لا، هذا خبروا الناس إلى أنه هذا كذاب، كرهوا الناس في هذا، حذروا الناس من هذا، يجعلوا الناس تنتبه وتحذر لهذا الإنسان. فإذا انكفى بهذه الصفة الذميمة زي مذمة أنه لا يقبل صاحبها لا في الأرض ولا في السماء إلا عند من لف لفة وسار على دربه وانتهج نهجه زين. فإذا الإنسان يحذر السالك الذاكر القارئ العابد يحذر هذه المزالق أبدا، ويقول ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإذا كان الإنسان في حاجة إلى التعريض في مواقف قد يقع فيها زين، فالمواقف التي أجازها العلماء إذا كان في الحرب وإذا كان في إصلاح ذات البين وإذا كان أيضا في الزوجة، كأن تكون الزوجة ما بهذاك الجمال ولكن هو يقولها ما شاء الله جميلة حتى أنك تملئين ما بين الحداق زين، ما بين الحدقتين يعني تملئين زين، وهي مسكينة ما تجي نقطة ما بين الحدقتين، لكنها في الماء، لكنها قد تكون أو ينوي هو أنها جميلة بأخلاقها، أن باطنها جميل. قد تكون إنسانة سبحان الله ليست يعني بذاك الجمال في الصورة، لكنها عند الله سبحانه وتعالى جميلة زين، بعبادتها بطاعتها بذكرها زين. يعني أحد في هذا الباب أذكر لكم قصة قبل أن ننتقل إلى الباب الآخر. يخبرني أحد الشباب عن امرأة، وهذا الكلام أخبرني عنه قبل أيام، اليوم سألته كم عمر هذه المرأة، يقول أنا ظننت أنها امرأة كبيرة. هذه المرأة يعني أو هي بنت بشكل أدق زين، هذه يعني ذاكرة لله تبارك وتعالى، محافظة على صلواتها، عندما تقوم الليل وتنتهي من قيام الليل عندها حال زين، عندها حال من الأحوال ملتزمة به. ماذا تفعل؟ تقوم وتقرأ سورة الفاتحة كل يوم 1000 مرة هكذا من نفسها، ما حد قايل لها ولا شيء، ولا ما نقول لكم سيروا قرئوا الفاتحة 1000 مرة لا نحكي واقعا. فتقرأ سورة الفاتحة 1000 مرة كما أخبرني هو وهو من الثقات أنها تقرأ سورة الفاتحة قائمة بعد قيامها، بعد أن تنتهي من القيام وتسلم من الصلاة تقوم واقفة وتقرأ سورة الفاتحة، ثم في يوم آخر تقرأها وهي راكعة 1000 مرة ثم في اليوم الثالث تقرأها 1000 مرة وهي ساجدة، هكذا حالها، ثم تعود مرة أخرى 3 أيام. طيب هذا حالها مع القرآن الكريم، كم عمرها تتصور هذه المرأة؟ 50 60 45 53 كم 24 سنة. شباب من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، من شاب نشأ في طاعة الله. طيب وشابة ما تدخل؟ تدخل، لكن التغليب دائما للذكر القوامة له،